عندنا هذه المعارض هذا اللي انضمته الجامعة الصيفية بمناسبة الدورة الثانية ديالها بعنوان تيزري بمشاركة 24 فنان من مناطق مختلفة، فنانين من مدينة أكادير، من مدينة تيزنيت ومراكش ومن جهات مختلفة. وبمثابة معرض وطني موحد تم الاشتغال على تيمة الرمز الأمازيغي، اشتغل الجميع على هذه التيمة في مقاسات موحدة، مقاسات ديال الأعمال. دونك هذا المعرض بفندق سوفيتيل كيضم 24 عمل فني لهذ الفنانين هادو اللي نجزوه خلال مدة طويلة ديال الاشتغال، واليوم هو مثابة ثمرة أو نتاج ديال هذا العمل هذا حول تيمة الرمز الأمازيغي.